إذا قلت أنا تخلى الله عنك وتركك، تتخبط في تدبير أمرك فتفشل وتشقى. وإذا قلت يا الله فأنت في حفظ الله ورعايته، هو الذي يتولى أمرك فتسعد وترقى. يا الله، لا ندري أي أرض وأي قلب وأي قرار هو خير لنا، لكننا نوقن أن الخير فيما اخترته لنا. يا الله، سلمنا لك زمام أمورنا فاكفنا شر خلقك، ولا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فوسعها برحمتك. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك وأغناهم بك. آمين. يا الله،